بتتعامل مع اللعيبه ازاي؟ يعني قول لي انت بتقول لهم ايه، او بتتعامل معاهم ازاي، او بتحاول انك انت تحتويهم ازاي في ظل الازمه الماليه اللي موجود يعني فيها اقول نادي لك الزمالك؟ حاجه كابتن، احنا السنه اللي فاتت اللعيبه ما كانتش خدت فلوسها من السنه اخر السنه اللي اللي قبلها، قبلها بالظبط. فانا جيت اديتهم كل الفلوس اللي كانت ليهم زائد ان انا خلصت لهم فلوس السنه اللي فاتت، وعشان كده خدوا بطولات. فاللعيبه ابتدت تثق فيك. بالظبط. ففي الاخر يعني انا وعدتهم من اول ما تيجي فلوس، يعني احنا في انتظار، يعني بتمنى ان شاء الله قريب. انا عارف ان مستر مطار منصور يعني قدها ودود، اول ما تيجي فلوس هنطلع لهم على طول. يعني مثلا نادي الزمالك عمره ما خد على يعني كل حق حد، لكن هي مساله وقت، هي مساله رخامه عليك عشان تقف عن المسير. صح. ويمكن يعني لا اخفيك سرا، انا سعيت كتير للتدخل، ولكن الاطراف الاخرى هي عايزه بتحارب نادي الزمالك وبتحارب مرتضى منصور، هي عايزه المركب تقف، ما يهمهاش قوي الفلوس على قد ما يهمها ان الدنيا تقف. بس انا حاسس بصوتك ان في حزن، او انت تعب يعني، في كده حزن يعني. هل تقديري صح لصوتك، ولا انت تعبان، ولا ايه بالظبط؟ لان حاسس ان في كده نبرة حزن كده في كلامك كابتن احمد. لا انا مش، لا مش حزين، انا ان شاء الله، بس هو عشان النهارده كان يوم تقيل، ماتشين اهلي في يوم واحد كانت ماتشين مسافه اهلي. كبيره، لان النادي الاهلي نادي يعني كبير ونادي منافس محترم يعني. صحيح. وانت شفت ماتش اليد وشفت ماتش الفولي بنات، كان في الفوليو اخر ثانيه انت ممكن تكسب، بالظبط. ممكن يبقى صوتي عشان كده. لكن تمام. يعني ان شاء الله انا بقول لك بوعدك المساله تتحل. بس يعني يا ريت كل المتربصين بنادي الزمالك يبعدوا عنه، يا ريت، مطلوب ان احنا كلنا نقف نحط ايدنا في ايد بعض، ما نسمعش الاشاعات. شايف في اشاعات مش عارف مين مشي ومين جاي ومين اشتكى، لا احنا ده الوقت اللي محتاجين فيه كلنا نكون مع بعض. صحيح. الحزن اللي فيا ده نتيجة طبيعية للظروف اللي قلت لك المادية، لكن انا متفائل، يعني عندي ثقة في ربنا، وعندي ثقة في المستشار مرتضى منصور، وعندي ثقة في القضاء المصري ان هو ينصفنا، وعندي ثقة في ان الدولة مش هتسيبنا كده، ونادي جماهيره بالملايين اكيد مش هيتساب.